أيها المسلمون، اتقوا الله عباد الله، واعرفوا ماذا خلقتم له وماذا مصيركم. أما ما خلقتم له فقد بينه الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقنا الله تعالى عبثا، لم يخلقنا لنأكل ونشرب ونتمتع في متاع الدنيا ثم نصير إلى تراب، بل خلقنا للعبادة. ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ يكون الموت والجزاء والحساب. أيها المسلمون، كلكم يقرأ القرآن، ولكن أين المتدبر والمتأمل؟ ولقد ذكر الله تعالى في سورة الواقعة في آخرها أن لبني آدم حين انتقالهم من دار الدنيا إلى الدار الآخرة أحوالاً ثلاثاً بيَّنها الله تعالى في كتابه، فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده لأنها بشرت بما يسوبها، فتريد الهرب من ذلك، ولكن ملك الموت بأمر الله عز وجل ينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة ما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذا الريح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي يدعى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه إلى الأرض طرحا. أجارني الله وإياكم من ذلك. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول له: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقن الساعة، لأنه يعلم أن عذاب الساعة أشد وأنكى. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم. عباد الله، اتقوا الله تعالى، وأعدوا لهذا الأمر العظيم عدته، وتعوذوا بالله من عذاب القبر. فلقد أمركم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتعوذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة،
في التشهد الأخير، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير أو قال الآخر فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تذكروا أيها الإخوة ذلك، واسألوا الله أن يجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الأمر خوفاً من أن تكون زيارتها ذريعة للشرك والكفر. فلما رسخ الإيمان في قلوب المسلمين واستتب لهم الأمن من الشرك، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزيارتها، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي لفظ: فإنها تذكر الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من زار القبور وهم أقوام كانوا معهم في الأمس يمشون على الأرض ويأكلون الطعام ويلبسون الثياب ويركبون المراكب ويتمتعون بما أحل الله لهم، صاروا اليوم في أحياء لا يقومون بذلك، صاروا مرتهنين بأعمالهم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار الإنسان المقبرة أن يدعو لأهلها فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هكذا ينبغي للإنسان إذا زار المقابر يتذكر الآخرة ويسلم على أهلها ويدعو لهم ويسأل الله أن لا يحرمه أجرهم وأن لا يفتنه بعدهم.